قال تعالى: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأولية هنا إما أن تكون أولية زمنية أو أولية معنوية، فهذا محتمل وهذا محتمل. فالأولية الزمنية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من أمته، ولا شك ولا ريب في ذلك، لكنه لا يكون بهذه الأولية هو أول عموم المسلمين، لأنه سبقه أنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإما أن تكون أولية معنوية، فيكون عليه الصلاة والسلام هو أول من أسلم إسلاما كبيرا عظيما يفوق غيره، فهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام إسلاما وإيمانا.